مين في الممثلين دي يعني اقرب ليك على شكل الشخصي؟ يعني مين الناس اللي انت مطلعها اللي هو قريب ليك؟ يعني انا عارف طبعا، بس يعني مين قريبين ليك اللي انت بتحب تقعد تتكلم معاهم غير الشغل؟ او انت صحابنا يعني؟ اللي هم الناس القريبه اللي معاك يقعدوا في البيت. لا، ما بيني وما بين حسن الرداد وكريم فهمي و طبعا وزوجاتهم، في كاننا اسره، علاقة كلنا اسره واحده. وكريم محمود عبد العزيز ودنيا سمير، كلنا اسره واحده، كل الناس دي، وشريف رمزي كل الناس دي حبايبنا، احنا كلنا كده اسره واحده وعيله واحده، وكاننا عيله واحده، وكلنا وزي العيله الواحده بالظبط. ايه الفيلم اللي لو رجع بيك الزمن مش هتعمله؟ ولا فيلم سعد الصغير امينة اللي ساعمله. طب سؤال بقى، ما دام دي بسيرة سعد الصغير، كان خد 4-5 سنين كان النجم الرقم واحد والله العظيم. انت هل انت السبب انك انت ركبت الليسي؟ يعني ليسي حبيبنا وسعد حبيبنا. على فكره اللي جاب لي الليسي سعد الصغير. انا عارف وكنت حاضر الكلام ده. اقول لك على الاحلى، اللي جاب لي الليسي يغني في كباريه سعد الصغير، واداله 2000 جنيه حصل عشان كان وانا فلوس وانا غني عشان ما اخدش فلوس، راح مديله 2000 جنيه مع ان سعد ما بيشتغلش في فيلم. ايوه سعد ما كانش في الفيلم. فما الوقت سعد يعني انا شايف ان سعد بني ادم كويس جدا. طب انت شايف سعد محترم. ليه كيرفو نزل في السينما؟ هو يعني سعد مش ممثل بس سعد كان سعد مطرب بيغني مؤدي مش مطرب كمان. سعد وليه مؤدي ليه ستايل كده. سعد حسن يوسف حركات وبهلولانات كده. طب انت شايف ان هو كيرفو تحبه برضك سعد الصغير؟ على فكره انت تحب سعد الصغير طبعا، انا جوز قدامك متحرك. هو دمه خفيف على فكره. العيد كان بيستنى افلام سعد الصغير دي حقيقه. انا بقول لك كان خد 5 سنين او حاجه، كان مكسر 3-4 سنين 5 سنين كان بيكسر الدنيا سعد الصغير، كل عيد كانوا بيستنوه. طب انت شايف ان دلوقتي الليسي بوسي الليسي بقى ممثل كمان كويس؟ مش تبقى عارف الليسي ممثل كويس الليسي عنده. وطبعا لا مطرب طبعا مطرب. هو لا مطرب ده مطرب على ابوه بيت صوته عالمي ابن الليسي ده بصراحه. وسعد طبعا امينة بنتي كلهم بصراحه ناس كويسه. هل انت بوسي كنت شايف انها تستحق؟ يا بوسي برضه زي حبيبتنا عشان بس الكلام يبقى واضح. بس هل شايف انها تستحق انها تبقى هي بتغني في كل الافلام بتاعت السبكي؟ يعني معظم الافلام حتى الدراما كانت بتغني في الدراما، وانا بقول بتغني دراما والشعبي والدوتوهات، ويعني بوسي كانت عشان هي بتمثل كانت في الفيلم، فما ليها اغنيتين وليها 3 اغاني وليها وحتى الافلام اللي ما تمثلش فيها دوتواتها هي والليسي كان فيلم او فيلمين وتتح غنت فيه وفيلم احمد رزق ورزق. طب انت في الاخر كنت بتدعم بوسي عشان شايف انها تستحق ده؟ انت هل يعني طبعا صوت عبقري. طب طبعا هي بص صوتها وحش؟ لا صوتها جامد جدا كمان. امينه عالميه صح الله حسن. طب في حاجه في الفتره اللي جايه ممكن تعملها هنا؟ انا واخد بالي انك انت مركز في رومانسي. انا نفسي اعمل دويتو. انا عملت دويتو في فيلم لاحمد ادم بصوره، انا نسيت اتكلم عليه. احمد ادم ليه فيلم اسمه صابر وراضي. صابر وراضي صابر وراضي حلو. هو مين مع مين ابطال؟ مع بسم الله الرحمن الرحيم مع الاستاذ محسن محي الدين ده راجل محترم طبعاً. ومؤدب وزي الفل، ومع رزان مغربي ومع مهران معانا شاهد يعني معانا شاهد حلوين كده. وعملت دويتو في الفيلم دوت في قلب الفيلم في احداث الفيلم لليسي وعبد الباسط حموده وشيبه، الثلاثه عاملين دويتو مع بعض. اتفرج عاملين اغنيه عالميه بس ثلاث حناجر يعني ثلاث حناجر اللي في مصر طبعا كلهم بيقولوا طبعا الثلاثه بيقولوا. ما نفسكش بقى تعمل حاجه بقى كده؟ نفسي اعمل لامينه وبوسي دويتو. طب وانت سهل ايوه، ما في مناسبه كده انت الوحيد اللي تقدر تعملها. انا هعملها بس يعني ربنا سهل.